السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناه بيتكوين العرب. اليوم معنا واحد من اهم مواقع ربح العملات الرقميه. هذا الموقع بيدفع على اي محفظه نظاميه، بيدفع على تراست وولت ادم وولت، حتى كمان بيسحب على المحفظه الوسيطه فوسيت باي بدون اي مشاكل. طبعا اصدقائي، الحد الادنى للسحب من هذا الموقع هو ما يعادل 1 دولار. انت بتجمع توكينات اسمها توكنز، بتحولها للبوند توكنز داخل هذا الموقع، يعني بتجمع 10000 توكن بتحولهم لبوند توكن داخل هذا الموقع وبتسحبهم بالعملات الرقميه. طبعا الحد الادنى للسحب مثل ما قلنا هو 1 دولار اذا بتستخدم اللايتكوين، اذا بتستخدم بيتكوين كاش، إذا بتستخدم الداش بصير بالنسبة للبيتكوين 5 دولار، بالنسبة للدوج كوين 3 دولار، بالنسبة للكاردانو 5 دولار. طبعا أصدقائي، هذا الموقع يعتبر من أهم مواقع ربح العملات الرقمية، بيشتغل من فترة زمنية طويلة. مثل ما قلنا بيدفع بشكل أساسي على المحافظ النظامية، لكن فيك تستخدم المحافظ الوسيطة مثل فوسيت باي للسحب من هذا الموقع. شايفين أصدقائي هون في إثباتات سحب يومية داخل الموقع مثل ما كنا ملاحظين، 19 شهر. طبعا هو بيدفع بشكل أساسي على أساس أسبوعي، يعني كل شيء أنت بتحمله أو بتجني خلال هذا الأسبوع بس قدم طلب سحب بيدفع لك على أساس أسبوعي. شايفين أصدقائي هون دفعة بالنسبة للداش، هون حوالي 500,000 ساتوشي داش، هون 500,000 ساتوشي، هون 1,000,000 ساتوشي داش، بيتكوين كاش هون تقريبا 160,000 ساتوشي. طبعا موقع جيد، موقع قديم، الربح منه سهل جدا وراح تكسب منه اخي الكريم ان شاء الله مبالغ منيحه. طيب يلا بسم الله نبدا الى تفاصيل هذا الموقع. اول شيء التسجيل فيه جدا سهل، كل ما عليك انك تضغط على لينك التسجيل راح تلاقيها بصندوق الوصف. طبعا هو لينك مباشر، انا ما بستخدم اي تراب نقطه، هذا اللينك بياخذك على المدونه الخاصه فيه. المدونه الخاصه فيه فيها لينك مباشر، يعني ضغطتين اخي الكريم بتفتح معك هاي الصفحه. اول شيء نحكي شوي عن الموقع. الموقع فيه اكثر من 140,000 انسان، شايفين اصدقائي العدد كثير كبير، دافع 3 قطع من عملة البيتكوين و23 مليون ساتوشي، يعني هذا الموقع دافع حوالي 200,000 دولار تقريبا. طبعا فيه دائما مهمات شغاله داخل هذا الموقع، والربح مثل ما قلنا عفوا منه كثير سهل. طبعا انا بدي اسجل بهذا الموقع، بروح على كلمه ريجستر هي اللي هون وبضغط عليها. طبعا اصدقائي بتفتح معك هاي الصفحه، بتحط هون اسم المستخدم الخاص فيك، حطه باللغه الانجليزيه، اول حرف لازم يكون كابيتال او حرف كبير، تمام. حط ايميل صحيح، لازم يكون ايميل صحيح 100% لانه راح تاكد هذا الايميل، تمام. بتحط باسورد محترم، ارقام رموز حروف باللغه الانجليزيه، تمام. بتعيد الباسورد، بتوافق على الشروط، بتحل الكابتشا، بتروح على كلمه ريجستر، بيكون صار عندك حساب. طبعا الموقع رح يبعث لك رساله تاكيد على البريد اللي سجلت فيه، ممكن تلاقيها بالبريد العشوائي او الغير مرغوب فيه، تضغط على اللينك الموجود فيها، بتدفع على حسابك وبصير جاهز لربح هذا الموقع. لا تنسى تاكد حسابك اخي كريم مشان ما يصير معك مشاكل وقت السحب. طبعا اصدقائي هي واجهه الموقع من الداخل. مثل ما قلنا نحن بنجمع شيء اسمه توكن، شايفين اصدقائي معي هون 6500 توكن، يعني انا بطريقي للسحب ان شاء الله ممكن اقدم اثبات سحب بالاسبوع القادم على قناه التليجرام، او ممكن يكون بفيديو مستقل خلال هذا الفيديو. طبعا اصدقائي 6500 توكن انا بس بدي اسحبهم، بروح على كلمه اكستشينج مشان احولهم للبي توكن، شايفين اصدقائي طبعا، او بوند توكن. ال 10,000 هون نفسهم بصيروا 10,000 بالبوند توكن من كلمه اكستشينج. طبعا وقتها بقدم طلب السحب والدفع بيتم لي بشكل اسبوعي مثل ما قلنا. طبعا هو راح يتم على الاغلب ابعتها لنهايه الاسبوع، بيكون عند الغربيين، تمام. طيب اصدقائي انا كيف بدي بلش اجمع هاي التوكن؟ في عندي عده طرق طبعا من داخل الموقع. اول طريقه هي فوسيت مثل ما كنا ملاحظين، بضغط عليها هيك. طبعا هاي الفوسيت بتعطيني بين ال 5 لل 15 توكن طبعا كل 30 دقيقة، وهذا شيء كثير كويس. طبعا دائما بحاول اضغط على المساحات الفاضية دائما بس يكون عندي فوسيت. بعدين بروح على كلمة كليم ناو، بضغط عليها، شايفين اصدقائي اخذت 60 توكن زادوا معي بالرصيد هون مثل ما نكون ملاحظين. في عندنا طريقة ثانية هي ايرن، بضغط عليها هيك، موجود 52 طريقة موجودة حاليا، شايفين اصدقائي. أول وحدة هي مشاهدة إعلانات، بضغط عليها. طبعا اصدقائي يطلع لي إعلان واحد، ممكن تلاقي إعلان 2 5، طبعا في شيء ممكن يكون مستجد دائما على هذا الموقع. كل ما علي اني اروح على كلمه فيو مشان اكسب ال 60 توكن، بروح على فيو هون بضغط عليها، طبعا راح يفتح معي الاعلان بصفحه ثانيه، تمام اصدقائي بنتظر التحميل. طبعا هون انتهت تقريبا الاعداد الرقميه مثل ما كنا ملاحظين. كلمه كليم هاي اللي هون بضغط عليها، طبعا اعطاني ال 60 توكن. الطريقه الثالثه اللي هي شورت لينك او الروابط المختصره، بضغط عليها. طبعا اصدقائي موجود مجموعه كبيره من الروابط المختصره داخل هذا الموقع، ممكن اكسب منها كلها. طبعا بالنسبه للاي اكس اي دوت اي او هون باخذ 7 توكن انا باخذهم بشكل يومي تقريبا من هذا الموقع. في عندنا كمان كثير روابط مختصره سهله، شايفين اصدقائي في اكثر من 50 رابط مختصر، منه بيسمح لك منه تقوم فيه عده مرات بالنهار الواحد، منه مثلا بيسمح لك مثلا هون 5 مرات، شايفين هون مره، طبعا هون 4 مرات، طبعا هون 6 مرات. شايفين اصدقائي شوفوا هاي الروابط المختصره، قوموا فيها اكسبوا قيمتها، رح تكسبوا منها مبالغ منيحه.
في عنا اصدقائي كمان الاوفر وول او العروض بضغط عليها هيك. طبعا هذا الموقع بيدفع بشكل كتير قوي على العروض، موجود في عروض جدا مهمة. عندك عرض السي بي اكس سيرش، بتروح على فيو بتشوف منطقتك الجغرافية العروض اللي بتدعمها بتشتغل عليها، تمام. في عندك الاد جيم كمان كتير كويسة، في عندك الاوفر تورو جدا مهمة اخي الكريم، بيرسونالي شايفين اصدقائي كمان هي عروض جدا كويسة، موجود مجموعة كتير كبيرة من العروض. اسيا ماج عرض تافه مانو كتير مهم، وجنجل اوفر وول يعني ممكن تكون متوسطة، لكن اسيا ماج كتير سيئة، لكن للأسف شغالة بكل دول العالم وشغالة عندي، فأنا ماني حاب أقوم بعرض الاسيا ماج جدا بايخ، تمام. لكن بقية العروض جدا كويسة، شايفين أصدقائي أد جيت ميديا هاي واحد من أهم العروض على مستوى العالم، شوفوا أخي الكريم طبعا موجود كل العروض المهمة. للأسف كمان العروض السيئة موجودة بمنطقة الجغرافية، ما فيني أعمل أنا أكثر من هيك، هذا الموجود عندي، تمام. في عندنا كمان التعدين أخي الكريم، طبعا هذا الموقع بيعمل لك مايننج نظامي، شايفين أصدقائي بلوك اكسبلورر ستاتس، وعندك المايننج لوج، يعني انت فيك تعدم بشكل طبيعي على هذا الموقع. اذا ضغطنا على الاكسبلورر بلوكس طبعا فيني انضم لشبكه تعدين البيتكوين، شايفين اصدقائي بنضم لشبكه تعدين الايثيريوم. اللايتكوين طبعا هو تعدين حقيقي راح يجهد لي جهازي وانا حاليا عم سجل، فبشكل عام انا ما بحب اعدين على قطع اللي بمتلكها اذا ما كانت اساسا مخصصه للتعدين. طبعا انا ما بحب التعدين النظامي ولا بحب التعدين السحابي، ممكن يكون مجهد للأجهزة ممكن يتعبها، انت حر اخي الكريم. طبعا هو بيعطيك على اشتراكك داخل هذا التعدين وقوة جهازك، بصير بيعطيك عليها بيتكوين وعملات رقمية تانية. طبعا انا بفضل هاي الطريقة، لكن في كثير اشخاص ممكن يكونوا بيحبوها. في عنا كمان اخي الكريم في عنا رابط الإحالة، اذا رحنا هون على صورة المستخدم هاي اللي هون ورحنا على كلمة ريفرال، تمام اصدقائي، ورحنا على كلمة ريفرال هاي اللي هون بضغط عليها هيك. طبعا اصدقائي هذا رابط الإحالة الخاص فيه، انا باخذ كوبي وبزور الاصدقاء لاستفاد من الموقع بشكل افضل. وانت اخي الكريم لازم تعمل نفس الشيء مشان تزيد ربحك من هاي النوعيه من المواقع. كمان في عندك هون البنرات ممكن تحطها بالمدونه والمواقع الخاصه فيك لحتى تستفاد من هذا الموقع بشكل افضل. مثل ما قلنا كيف بدي اسحب، انا مثلا وصلت لل 10000 توكن، ما بعرف اذا بخليني هلا احولهم اقل، اني اقل من 10000 توكن. شايفين اصدقائي هني موجودين هون بهي الخانه 10000، انا بعمل لهم اكسشينج، بيروحوا على البوند توكن بعمل لهم اكسشينج، سمح لي فيهم. شايفين اصدقائي سمح لي باول 1000، رح اجرب انا مثلا 5000، تمام، نعمله اكسشينج سمح لي فيهم، يعني صار عندي انا بالبوند توكن 6000 اللي هني يعني مجال السحب، تمام اخي الكريم. روح انا على كلمه ويزدرو، طبعا انا ما فيني اسحبهم لازم يكونوا 10000. شايفين اصدقائي طبعا الموقع بيقول لي انه انا ماني ضايف وسائل سحب، فبروح على السيتنج هون، بروح على السيتنج شايفين اصدقائي بضغط عليها هيك. طبعا بالبيمنت ادرس مثلا انا ممكن استخدم اللايت كوين، هي اقل شيء حد ادنى للسحب، فبروح على الفوشت باي على كلمه ديبوزايت او ايداع، بجيب عنوان محفظه اللايت كوين. طبعا انا ممكن اسحب على تراست وولت، اتوميك وولت، كيونومي، طبعا على اي محفظه نظاميه، وممكن استخدم الفوشت باي، بجيب العنوان هيك، برجع للموقع طبعا احط العنوان هون، سيت ادرس، تمام اصدقائي طبعا يور لايت كوين ادرس واز ابديت. طبعا كمان فيني اعمل نفس الشيء بالنسبه للداش كوين للبيتكوين كاش، تمام اخي الكريم. بعدين برجع على كلمه ويزدرو بضغط عليها، شايفين اصدقائي انا اخترت مثلا اللايت كوين، بحط اللايت كوين هيك. طبعا بيقول لي الموقع انه انا ماني واصل ال 10000 بي يعني بي توكن، تمام، او باوند توكن. بعدين بروح على ويزدرو بس وصل ال 10000 طبعا بطلب السحب. شايفين اصدقائي ويزدرو ار بروسيسد and send on weekend، يعني بيدفع بشكل اسبوعي هذا الموقع، كل شيء بتشتغله بيدفع لك اياها بشكل اسبوعي، بس تطلب السحب بيتم الدفع خلال ايام الاعطال عند الغربيين. طبعا اصدقائي موقع مهم من اهم المواقع من اقدم المواقع مثل ما كنتم ملاحظين، دافع اكثر من 200000 دولار طبعا بالبيتكوين والعملات الرقميه او ما يعادلها بالعملات الرقميه، وهذا شيء كثير كويس. انا بعرف هذا الموقع بيشتغل من سنوات عديده، راح يشتغل معنا سنوات عديدة. طبعا اصدقائي راح احط لكم صندوق الوصف مجموعه من المواقع مشابهه لهذا الموقع، كلها تقريبا تشتغل نفس مبدا العمل، ممكن تكسب منها اخي كريم مبالغ منيحه ومربحه. وفي النهايه لا تنسوا اخواني اذا ما كنتم مشتركين بالقناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.